سيادة المستشار، يعني احنا وبنتكلم عن جرائم اللي بترتكب عن طريق الاحداث، حضرتك قلت في قانون بيحكم الموضوع دوت، يبقى اذا مش كل عقوبه بتطبق على البالغ هي اللي بتطبق على الحدث في حاله ارتكابه لجريمه. يعني على سبيل المثال، مثلا لو جريمه تستوجب او تكون عقوبتها الاعدام، موقف الحدث ايه هنا؟ انا هرد على حضرتك بطريقه اشمل من، يعني طبعا باحترامي كامل لسؤال سعادتك، انا هرد بطريقه اشمل شويه. احنا عندنا العقوبات بتاعت الحدث نوعين، نوع اسمه التدابير ونوع اخر اسمه العقوبات السلبه الحريه او عقوبات الحبس، اللي هو الحبس يعني. تمام. عقوبه التدابير دي يعني مثلا منها الاختبار القضائي، ومنها التسليم لولي الامر، ومنها يعني حاجات كتير جدا. تمام. طب ده في الجرائم ايه يا فندم؟ بس هتكلم على الرئيس وبعدين اخش ادوس انتر اخش بعد كده. تمام. اتفضل. انا بتكلم في عموميات في الاول، حاجتين كبار، عنوانين كبار، العنوان الاولاني التدابير، التدابير والعنوان الثاني العقوبات، الثانيه اللي هي العقوبات المقيده. المقيده الحريه. وفي نفس الوقت هو قسم نوعيه العقوبات عنوانين كبار، ولكن قسم برضه مراحل السنيه للحدث الى ثلاثه مراحل. المرحله الاولى منذ الولاده وحتى 15 سنه. وده ملوش الا تدابير فقط. تدابير. المرحلتين. طب نقف عند المرحله الاولى يا فندم وناخد تليفون ونكمل. طب يعني الاستاذه سهير. مساء الخير يا فندم. استاذ سهير. ايوه. اتفضلي يا فندم. طيب مين؟ اتفضلي يا استاذ سهير، حضرتك معانا على الهواء. طب الو. اتفضلي. مساء الخير يا فندم. ايوه استاذ نسال. اتفضلي. انا عندي فائتين في اسكندريه في بيتي. واحد قافل الشقة من 15 سنة 25 سنة تقريبا. أيوة. والشقة الثانية مسكونة باسم واحدة يعني أخوها، وأخوها مهاجر. وأنا محتاجة الشقتين، أنا عايزة أبيع البيت ومش عارفة أبيع. حضرتك عملتي أي حاجة في المدة اللي كان مقفول فيها الشقة دي إجراءات قانونية قبل كده؟ نعم. عملتي إجراءات قانونية قبل كده حضرتك؟ هم قعدوا مده ما يدفعوش ايجار، وبعدين اشتكيتهم في المحكمه. طبعا المحامي ما عملش معايا اي اجراءات، بس انا بقالي سنه من سنه 2017 ما باخدش منهم ايجار. يعني حضرتك كنت استاذه سهير المحكمه. نعم. سياده المستشار، يعني سؤاله كان محدد، حضرتك من وقت حضرتك بتقولي من 15 سنه، خلال الفتره دي كانوا بيدفعوا الايجار يا فندم؟ كانوا بيدفعوا الايجار لحضرتك ولا في المحكمه؟ لا، بقالهم 3 سنين دلوقتي بيدفعوا في المحكمه. تمام. وقبل كده كانوا بيدفعوا الايجار. كنت بتدي لهم ايصال حضرتك؟ حضرتك كنت بتدي لهم ايصال اجره؟ والشقه الثانيه اللي مهاجر ده مهاجر؟ انا من سنه 2017 ما باخدش منهم ايجار. اللي مهاجر ده بقاله قد ايه؟ بقالهم من 2017 ما باخدش ايجار منهم، بس واحد بيحط المحكمه وواحد بيحط ال حضرتك قلت شقتين، شقة ما بتدفعش إيجار عليها مشكلة الإيجار، والشقة التانية اللي فيها واحد مهاجر. الشقة اللي مهاجر ده مهاجر بقاله كام سنة؟ بقاله زي 8 سنين أو 9 سنين. بيدفع إيجار، مين اللي قاعد فيها؟ بتدفع إيجار في المحكمة. والدته؟ أخته يا فندم. أخته؟ أيوة يا فندم. اتفضلي يا أستاذ سهير. أستاذ سهير. أيوة. طيب، يعني سؤال حضرتك، ايه الموقف القانوني بالنسبه للي ساكنين؟ انا عايز الشقتين، اعمل ايه؟ طيب، في اي استفسار سياده المستشار؟ شكرا يا استاذ سويق، اتفضل يا فندم. الشقه الاولانيه اللي بتدفع ايجار ديت، طبعا دي يعني انا مش شايف فيها مخالفه للقانون اللي بينظم العلاقه بين المالك والمستاجر. يعني ناس بتدفع ايجار، وبعدين هي بتتكلم على 15 سنه فاتوا، وبعدين بعد كده في نهايه الكلام قالت انها ابتدت ما تاخدش ايجار من 2017. يعني القصه كده في القانون قدام المحكمه بقى لها سنتين مش 15 سنه. تمام. وبعدين ما بتاخدش ايجار ليه؟ ما لازم يكون في سبب، في اكسكيوز، يعني ما بتاخدش ايجار ليه؟ كويس. هو مستاجر وهي مالكه. تمام. لازم يكون في سبب قانوني انها ما بتاخدش ايجار، يعني مثلا تنازل عن عين للغير، كسر في الشقه وبهدل الدنيا واضر من سلامه المبنى، ما بيدفعش ايجار. أيوة. وده كل الكلام دوت. وبعدين يعني هي كل اللي ممكن تعمله انها تراجع على القيمه الايجاريه اللي هي بتتخذ اساس يعني لاحتساب القيمه، تشوف الدنيا ايه. تمام. لو الايجار مدفوع بالكامل
فما فيش سبب لرفع الدعوه. طب بالنسبه للتاني فندم حضرتك بتسالها مهاجر بقاله قد ايه؟ ايه سبب السؤال ده؟ عايز اعرف يعني انتواءه الاقامه في العين قائم ولا ما ممكن يعني للترك، ولكن هي برضه في الاول قالت مهاجر وبعدين قالت ان اخته قاعده. اخته موجوده. الاخت دي بقى نبحث في مدى يعني هل هو مستاجر اصلي ولا مثلا دي مورثه ليهم من والدهم؟ طب لو هو مستاجر اصلي ايه الموقف؟ لو هو لا ما 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 فيش سبب قانون لوجود اخته. المهاجر من حقه الاحتفاظ بالعين، وده محكمه النقض حاسمه المساله. يعني من حق المهاجر الاحتفاظ بالعين المؤجره ليه. ولو ان الاحكام دي ترددت في اخر سنه او سنتين في بعضها يعني، ولكن ان جنرال بوجه عام برضه ما زال الراي السائد انه من حقه يحتفظ بالعين المؤجره. لكن وجود اخته غير قانوني. لا بتقعد في الشقه قاعده معاه، مقيمه معاه، مستضيفها اخته. لكن مجرد وجودها هي ما ينفعش مثلا يحول القيمه الايجاريه تبقى باسم الاخت؟ لا 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 ده موضوع تاني خالص، الا اذا كان زي ما حضرتك قلت ميراث من الاب مثلا. العلاقه الايجاريه اللي قائمه دلوقتي هي قاعده معاه، مقيمه معاه، تمام، لكن استضافه يعني. تمام. معنا تليفون تاني يا فندم. الاستاذه فاتن. استاذه فاتن. ايوه معاك يا فندم. اتفضلي يا فندم، مساء الخير. حضرتك انا معانا بيت ورث على اربع، على ولدين وخمس بنات. في اخوات بعتلي. استاذه فاتن حضرتك نستاذنك واقف في حته فيها شبكه كويسه بعد اذنك. كده تمام؟ كده اتفضلي. السؤال من اوله ايه يا فندم؟ حضرتك في بيت ورث باسم والدتي. ايوه. احنا خمس بنات وولدين. ايوه فندم. في بنت من بنات باعت لاختها اللي هي انا. ايوه. كل ما نقسم الاخوات مش عايزين يقسم. فانا ليا شقه في البيت، اخواتي غيروا الصالون وخدوها مني، فعملت قضيه تمكين فكسبتها. هل ممكن التمكين ده هو ممكن ياخدوها مني تاني ولا خلاص نهائي؟ تمكين نيابه؟ محامي العام. محامي عام. تمام. في اي استفسار؟ حاجه تاني. في نزاع قضائي؟ في نزاع قضائي بينكم وبين بعض؟ لا هو مش عايز يقسم، وانا خدت الشقه بتمكين. اخواتي الصبيان مش عايزين يقسم. سياده المستشار بيسال حضرتك استاذه فاتن، سياده المستشار بيسال حضرتك هل في نزاع قضائي انه ده بيفرق؟ لا مفيش حاجه، واحنا ما عملناش اي حاجه الا انا عملت قضيه تمكين. حصتك بعد ما اشتريتي الحصه بتاعت اخت حضرتك بقت قد ايه؟ حصتك بقى زائد حصتها اللي انت اشتريتيها بقى قد ايه؟ ده شقة وفي حاجة تانية يعني. لا يعني كم إيراد يعني كم في المية يعني؟ حوالي 30 متر والبيت 136. مش بتكلم في المتر، بتكلم في نعم. مش بتكلم في المتر. النسبة قد إيه يا فندم؟ يعني النص بقالك نص البيت، ربع البيت، ثلاث أرباع البيت. كم؟ أنا 90. 90 إيه؟ 90 إيه؟ 90 من البيت. 90 من كام يا فندم؟ 90 مش 90 2 على 9. 2 على 9. ايوه فاهم. احنا على 9 لان خمس بنات ولدين. تمام. طب في اي استفسار ثاني يا استاذ؟ في سؤال ثاني. عاملين جنحه ضرب وعملنا تصالح عليها. عاملين ايه؟ نفس اليوم راحوا عملوا جنحه ثانيه. يعني بعد ما تتم التصالح عملوا جنحه ثانيه يا فندم؟ ثانيه. طب وصلت لايه دلوقتي؟ حدد لها جلسه. ايه موقفنا من الجلسه دي؟ احنا بعد ما عملنا تصالح راح عملوا في نفس اليوم جنحه ثانيه على نفس الواقع يا استاذه فاتن. ايوه على نفس الواقع. بعد ما طب اتعمل محضر بالتصالح ده؟ ايوه عمل تصالح، النيابه عملت تصالح بينا وعمل محضر نفس الواقع، عمل محضر ثاني. تمام. طيب شكرا. دخل فيه زوجته ودخل فيه عيالي معايا وجوزي واخو جوزي وكده. شكرا يا فندم، هنرد على حضرتك. اتفضل يا فندم. طبعا هي التمكين اللي خدته ده النيابه العامه وفقا للماده نص الماده 44 مقرر قانون العقوبات بتصدر اوامر في منازعات الحيازه، ولكن هذه الاوامر بتبقى يعني تمكين يعني اللي خدته ده. ده ملوش علاقه بموضوع الملكيه خالص، ملوش علاقه بموضوع الملكيه ولا حق ولا نزاع الملكيه. دي قصه يعني هذه الاوامر لها صفه التأقيت. التأقيت يعني مؤقته، يعني مش حاجه مستديمه. تمام. هي عليها حاجه وقتيه يعني. هي عليها انها تروح لمحكمه وتاخد حكم عليهم بمنع التعرض ليها، حكم موضوعي بقى، بمنع التعرض ليها في حيازتها لهذا المكان.
او لو عايزه تفض الشراكه ديت واضح انها ناس مزعجه فرز وتجنيب تعمل فرز وتجنيب وتخلص القصه ديت. بالنسبه لقضيه الضرب طبعا هي عليها انها تظهر لقاضي الجنح وجه الكيديه يعني المحامي بتاعها. طب ازاي يظهر يا فندم؟ ازاي يظهر؟ بيظهر عن طريق حاجتين. اول حاجه انها بتجيب له سابقه تحرير محضر وان هي خدت فيه براءه. تمام؟ ده مظهر من مظاهر الكيديه. المظهر الثاني انها بتجيب له ان هناك منازعه هي اللي ممكن تتسبب في احداث الكيديه اللي هي المنازعه الحيازه. ما منازعه الحيازه دي هم بقى بكلمتين كده بصوت خالص الاستاذ هيقولهم في الجلسه ان في قبل كده قضيه خدت براءه وده ده وجه من اوجه الكيديه. والنقطه الثانيه اصل الكلام انه في نزاع يعني الراجل بيبقى عنده يعني دور المحامي مهم يا سياده المستشار يعني بس هو مهم ولكن مشروط. مشروط بعدم الرغي يعني مشروط بعدم الاطاله مشروط بان يعني هم كلمتين كلام اقل ودال يعني 300 قضيه في الرول ولا 400 قضيه في الرول كويس. فقاضي الجنح بيبقى مثقل وصلت على اول درجه مثقل جدا وبيبقى لازم المحامي شريك للقاضي في عمله فلازم يكون مقدر انه هو اللود اللي على الراجل ده ايه ما يبقاش هو الحكايه لا يعني وصل الرساله صح وباقصر بإجاز الطرق بايجاز وبوضوح كويس والكلام مستند يعني انا لما اقول له في الجلسه ان هناك منازعه سابقه وهناك بلاغ كيدي هيقول لي ايه وجه الكيديه حاجتين نمره واحد ادي واحد محضر اهو سابق وادي هو خد براءه ما اتكلمش من غير ورق اتكلم اقول له ادي المحضر اهو وادي حكم البراءه اهو والنيابه ما استأنفتش والتصالح نمره اثنين هم اصطلحوا معانا النهارده وعملوا محضر النهارده من نفس يعني الواقع صحيح بتنطق يبقى مقنع اخر الجلسه بيدي براءه تمام. معانا تليفون ثاني يا فندم الاستاذه ساره. مساء الخير يا فندم. الو اتفضلي يا استاذه ساره. الو مساء الخير. مساء الخير يا فندم اهلا بحضرتك. من فضلك انا كنت عايزه اسال انا جوزي طلقني بقضيه اللي هي تغيير مله وانا طلقت كده خلاص هل انا من حقي ان انا اقدر ارفع قضيه نفقه او بتاع ده نفقه عده ونفقه متعه ولا مش من حقي يعني هو كده يعتبر ان انا طلقت على حسب الشريعه الاسلاميه. ايوه. هل انا من حقي ان انا اخد نفقه عده ونفقه متعه ولا لا؟ ده السؤال الاول. أيه. السؤال الثاني هو واخد الذهب بتاعي واخد العزال بتاعي، انا مش معايا قايمه. بس قيمه الذهب مكتوبه في المحضر بتاع الخطوبه، هل اقدر ارفع دعوه مطالبه بقيمه الذهب المكتوبه في محضر الخطوبه ولا دي ما تعتبرش زي القايمه يعني انا مش هاخد بيها حاجه؟ حاضر يا فندم، حاضر. شكرا شكرا يا استاذ ساره. ايه الموقف هنا؟ هو يعني السؤال فيه في 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 فنيات شويه لانه في جزء منه طبق في الشريعه الاسلاميه بناء على ان اذا تغيرت المله والطائفه بين الزوج والزوجه فبتطبق الشريعه الاسلاميه. صحيح. اما بشان بقى ان يمتد هذا التطبيق بشان الى وقعه نفقه العده او نفقه المتعه هي لها ان تقيم هذه الدعوه من وتطلب الكلام لان ده يعني امتداد للحكم اصل المحكمه مش هتتجزا القانون مش هتتجزا في الحته دي اذا طبقت الشريعه الاسلاميه في جزء وتطبق في الكل. صحيح. دي نمره واحد. نمره اثنين الذهب طالما موجود في محضر خطوبه ما فيهاش كلام حقها مليون المية هترفع دعوه بطلب الزامه برد وتطلب الزامه برد الذهب عينا ليه عينا؟ عشان ما يبقاش في خلاف على سعره. يعني في قدام مثلا سي مثلا 100 جرام ماشي من غير حتى تفاصيل ومن غير هم 100 جرام هو يجيب لها ال 100 جرام دول ذهب. تمام بقى من غير اي مش القيمه نفسها لا مش الفلوس عشان الفلوس هيبقى خلاف عليها وسعر النهارده ولا كان سعر امبارح ولا جابها قبل كده انا الحاجات دي امانه طرفه يبقى هو يرد هذه الامانه لكن طالما مدونه في محضر ولو ما ردهاش من حقها انها تعمل له انذار على قد المحضر تكلفه فيه بالوفاء بالقيمه برد هذا لانه هو ما هو الذهب ده بتاعها وامانه عنده فتنطبق عليها 341 عقوبات. كويس عقد من عقود الامان حاجتي وعندك وخلاص طلقت هتديني بقى حاجتي ما اديتهاش حاجتها اذا لها الحق ان تلجا الى القضاء بانذار وتدي له فيه مده اسبوع 10 ايام ماشي لو ما اديهاش الحاجات ديت بتحقق انك تدفع عليه جنحة تبديد جنحة مباشرة بالتبديد ويتحبس لو ما اداش. تمام. سيادة المستشار اذا لنا نخرج الفاصل وبعد الفاصل نكمل موضوعنا عن جرائم الاحداث ونتكلم عن التدابير والعقوبات. تفضل. اعزائي المشاهدين فاصل ونتواصل مع حضراتكم.